طبعا هذه الشركة هي اللي تصنع، الرئيسية اللي تصنع هذا المنتج، واحنا نشتري من الموزع الرئيسي مباشرة. عشان كذا اسعارنا ممتازة جدا. يعني الناس اللي تسأل هل هذا اصلي، نعم هذا الاصلي من تايلاند من الشركة المصنعة مباشرة. طبعا أول حاجة خلوني أشرح لكم، أنا بفتح هاي العلبة لأني أنا مثل ما قلت لكم أنا استخدم هذا المنتج. تجيكم العلبة داخل بهذه الطريقة مثل ما شايفين. هذا بخاخ طبعا للشعر، مكتوب عليه نيو هير لوشن، لكن هو بخاخ. طريقة الاستخدام بعد ما تسبح الصباح تنشف شعرك مبلل هو شوية، يكون ترش على الشعر وعلى الأماكن، خاصة الأماكن اللي أنت تحتاج أن تركز عليها عشان يطلع لك الشعر، وتخلل أصابعك بين الشعر على أساس أنه يدخل اللوشن داخل القشرة، يعني تحت الشعر. أو مثلا في ناس يقول لك اللحية ما تطلع، فشو تسوي؟ أنك ترش، طبعا ترش بهالطريقة، وبعدين